السلام عليكم ورحمه الله وبركاته اخوان. عندنا اليوم ديزاكتيفاسيون ديال الاد بلو وفيلتر بارتيكول ديال هذا المونتي جي اكس. المونتي جي اكس موديل 2019 اورو 6. هاد المان يعني تقريبا عندهم كونسوماسيون ديال الاد بلو بزاف وعندهم مونك بويسونس، عندهم بزاف ديال المشاكل. دابا نديرو نشخصو العطب ديالنا بجهاز ديالنا اللانش، هو كيعطينا الاد بلو تمبيراتور انسوفيزون ديال الاد بلو. يعني اول حاجه اللي كنديرو ملي كنبغيو نحيدو الاد بلو، حنا كنديرو ريزيت الفيلتر بارتيكول لي سنسور نوكس، اي حاجه كنديرو لها ريزيت ديالها. عاد كندوزو للطاب الثانيه اننا نقدروا يعني نديفابيو ونحيدو الاد بلو. يعني اول حاجه الريزيت ضروري خصو يكون. اي اخوان، حيدنا الكالكيلاتور ديالنا جيستيون موتور ديالنا، غادي نجبدو لو تي باش غادي نخدمو ان شاء الله. دابا ملي غادي نديرو لو برونشمون ديالنا ديال لو كالكيلاتور دو جيستيون موتور، لان ما اخوان اذا كتجيب ان الاو دي سي دي 7 سي في 42 ماشي سي 32 ني سي في 42. هادي حنا درنا لو برونشمون ديالنا وغادي نقومو الان بالعمليه القراءه. اول حاجه عمليه القراءه، يعني ما اخوان حنا كنتواجدو في مدينه ميدلتو، هاد لو كليون ديالنا راه كاين في كازا الحمد لله، راه ما كيعطي شي حاجه حتى كيجي عندنا مدينه ميدلت. يعني الحمد لله الثقه اللي بيناتنا والمساله. اول حاجه يا اخوان كنديرو نقوم بعمليه القراءه ديال الايبروم، وكنقوم بعمليه القراءه ديال الفلاش باش كنحاولو نسوفغارديو كاع لي دوني ديالنا. ويعني اول حاجه هو السوفغارد، كتسوفغاردي لي فيشي ديالك مزيان، كتقرا ما كتقراش فول داتا مع الديبار ولا في الباك اب ولا شي، كتقرا الايبروم كله كلشي. حنا قمنا الحمد لله بعمليه الازاله ديال الفرق، هو كيعطينا دابا الاد بلو اوف. الاد بلو اوف الميساج اللي كان عندنا ديال الاد بلو راه طار ما بقاش، يعني الفاب دابا مزيان. وحنا كنسيو لو فيكيل ديالنا الحمد لله، العمليه تمت بسلام والصلاه على خير الانام.